بيكم أصدقاء الأعزاء، معنا النهاردة أكتر من نموذج، من نموذج تراك. تعالوا بينا نتعرف على أصدقائنا من زاوية الإرادة، إزاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم يتحدوا العاقة وبيواجهوها بكل شجاعة رغم الصعوبات والتحديات اللي بتواجههم. إزاي قدروا يتغلبوا عليها وقدروا يتأقلموا معاها، وإزاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيواجهوا كل صعب بكل شجاعة. أصدقائنا من زاوية الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء مهما أكون من صعوبات وتحديات. كل يوم بيثبتوا لنا إن هم فعلا قد التحدي، قادرين على إنهم يتخطوا أي عقبة ويواجهوا أي صعب